مرحبا بكم على فيديو جديد نهار جديد كلشي جديد. جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير. درت هاد لا فيديو حيت فريمون عرفت راسي غبرت عليكم هذه مده طويله ما درت لكم حتى شي فيديو في يوتيوب. صراحه انا غير مع القرايه وداكشي كيف ما كتعرفوا اننا راه باقي كنقراو في الدار واخا يعني حبسنا القرايه وداكشي ولينا كنباغي كنقراو عن بعد وبنفس نون فلو دي طون اللي كان عندنا يعني باقي عندي وقت عامر بزاف ما كنلقى الصراحه الوقت فين ندير لكم شي فيديو ولا شي حاجه. وجاني حاجه ما كانتش عندي صراحه موتيفاسيون باش نصور لكم شي فلوغ ولا شي حاجه. المهم اليوم راجلي غنعطيكم لي كونساي اللي غينفعوكم باش تحميو راسكم من فيروس كورونا. ونتمنى انكم تقولوا لي صافي ديالكم في الكومونتيرات واش عجبكم الفيديو ولا ما عجبكمش واش بارطاجيو هذا الفيديو اللي عجبكم مع صحابكم حبابكم عايشكم ولا تقرب لكم اللي كان كيهمكم الموضوع. بقاو معنا مورا الانترو. كما قلت لكم اليوم غنعطيكم دي كونساي باش تحميو راسكم من فيروس كورونا. النصيحه الاولى اللي نقدر نعطيكم هي ضروري انكم تغسلوا يديكم في كل يعني في كل ما دخلتوا من الزنقه ولا كل ما قصيتوا شي بلاصه عموميه ضروري تغسلوا يديكم باش هكا غتحميو راسكم من انكم تكونوا هاز الفيروس في يديكم. وثاني حاجه انكم متحكوش وجهكم يعني مش تكونوا خارجين باش تقدروا شي حاجه مش حكم متبقاش عينك ومتبقاش وجهك بصفه عامه. ثالث حاجه هي انك ما تسلمش على الناس حيت يقدر يكون داك الشخص اللي تسلم عليه هذا الفيروس في يدو ومن اللي تسلم عليه نتايا ينتقل عندك الفيروس في يديك وما تكونش عارفها وتسلم على بزاف ديال الناس اخرين هكا غينتشر الفيروس بطريقه سريعه. داكشي علاش تفادوا انكم تسلموا على الناس. ورابع حاجه هي انك ملي طلع في السانسور حاول انك ما تلقايش هذوك لي بوطون بيديك حاول تقيسهم بالكو ديالك هكا غتكون تفاديتي انك الا كان الفيروس في البوطون تاع السانسور غتكون تفاديتي انك تهزو بيدي. واهم حاجه هي انكم ما تخرجوش اصلا حيت هذه احسن حاجه باش تحميو راسكم وتحميو عائلتكم من هذا الفيروس الخطير. يعني تفاداو انكم تخرجوا الا للضروره سواء كنتي خدام وضروري تخدم إذا كنتي تخدم إلا كانت إمكانية أنك تخدم من الدار مزيان كاع إلا كنتي قادر تخدم من الدار مزيان كان مفروض عليك أنك تمشي للخدمة ديك الساعة سير الخدمة ولكن خذ الاحتياطات ديالك ولا جلس في الدار إلا كان مش معندكش الخدمة كان خاصك تمشي تقدا يعني تقدر خاصك تمشي تقدا لكن تاخذ الاحتياطات ديالك عاوتاني وصافي. إلا كان ما عندك حتى شي حاجة تخليك تخرج تفادى أنك تخرج حيت هادي أحسن حاجة باش تحمي راسك وتحمي عيلتك. كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو حنا راه باقي كنقراو عن بعد يعني باقي كنقراو في ديورنا المفروض ديالنا كنقراو من 10 ل 12 ومن 12 ل 2 وكنحبسوا من 2 ل 4 ومن بعد كنكملوا من 4 ل 6 ومن 6 ل 8. هذا هو لومبلوا اللي قلت لنا المدرسه ديالنا وهذا هو لومبلوا اللي خدامين به. هذا الشيء اللي كيبان حتى واش تقولوا نتوما لومبلوا ديالكم باش كتقراو وقولوا ديال زافياكم عندكم دي كونساي نتوما خليهم لنا في الكومونتير باش نستافدوا منهم حنا كاملين. المهم اخويا دابا وصلنا لاخر عدد الفيديو جيت بغينا الفلوغ يكون عجبكم ما تنساوش تخليو لي زاف ديالكم كاملين في الكومنتات عجبكم الفلوغ ولا ما عجبكمش وكنقول لكم تهلاو اخويا كان معكم ايمن ذا بيست فلوغر.